اهلا فيك يا تينا. صباح الخير. صباح الخير. يعني احنا شفنا ريم ما شاء الله، واتمنى يعني الله يكثر من امثالها، انه هي تعرف تضبط مشاعرها، وحتى الحزن خلت له ديدلاين زي ما يقولوا. فاول شيء خلينا نتكلم انه احنا كيف نقدر نفرق انه بمشاعرنا وبالقرار، كيف ما نخلطهم مع بعض. هلا مشاعرنا ما لازم نتجاهلهم، هيدا شغله كثير اساسيه. المشاعر شيء كثير مهم وشيء كثير قوي بتكويننا، ف كثير مهم انه ما نكبت المشاعر، نتعرف عليهم، نعطي مجال انه هالمشاعر ياخذوا مجراهم، ونقدر نحدد شو هو هالشعور انا عم بقطع فيه. هيدا الشيء اللي عم بحسه من وين جاي، شو هي الرساله من وراه، لانه كل ما بفهم شو هو هالشعور كل ما بعرف شو راح يكون تاثيره على افعالي، كل ما عرفت على قراراتي زياده. اعتقد كمان 100%. فمثلا راح اعطيكي مثلا، واحد لما يكون بحاله غضب وعم بياخذ قرار ممكن يوصل لحاله الندم لمدى الحياه. صح. او كمان لما تكون حاله حماس وراح تعملي شوبينج مثلا وتدفعي كثير مصاري على شيء بس لانك محمسه ومبسوطه انه يكون عندك هذا الغرض. المثال مو غريب. أوكي. وبعدين لما المنطق راح يطلع والمشاعر راح تهبط، هون انت راح ترجعي تستدركي الامر وتقولي غلطت، عملت اخذت قرار غلط. فكتير مهم هالمشاعر نسمح لهم انه يحصلوا، ولكن نحافظ على الميزان بين المشاعر وبين المنطق لما بدنا ناخذ قرار بحياتنا. 100%. طب لو تقولي لنا مثلا خطوات يا تينا، هذه الخطوات اللي نقدر نخلي مشاعرنا تكون هي ما تتحكم في قراراتنا، يعني لو في اسئله معينه او خطوات معينه عشان نعمل لها ايش؟ بوز. في خطوه اول شيء قلتيها، هلا بدنا نعمل بوز. ايه. يعني لما نحن بحاله مشاعر مرتفعه كلنا عندنا هالميزان اذا بدك تقولي، تنعرف اذا نحن عن جد عم نغلي من هالمشاعر، ناخذ بوز. كل واحد بحق له ياخذ لحظة يجمع دماغه، يجرب تعملي تقييم لهالحالة، تقرري شو الصح شو الغلط. هون أهم شيء الواحد يعملها هيدي بالقرارات السريعة، مثلا أنت انحطيتي بوضع فيه خسارة فيه ربح، انحطيتي بوضع انسألتي سؤال محرج أو شوي معقد، مش عارفة كيف بدك تتصرفي، معلي خدي بوز. وللقرارات الأهم مثل زواج أو عم بتغيري مهنة، خذي يوم يومين، فيك تعملي تأمل، فيك تستشيري كوتش، فيك تحكي صديق بالموضوع. الوقت كتير بيساعد حتى تعطي الواحد، يعطي وقت للدماغ يجمع هالداتا هالمعلومات، تقدر تقيمي الحالة عن بعد وتاخذي القرار الصحيح. بس الوقت أوقات يقلب ضدنا تينا، يعني يمكن في البداية ما عندنا وقت، أو لما يكون الوقت جداً طويل ممكن نتردد ونقعد نغير ونسأل الناس الغلط. معك حق. بعض الأوقات ما عنا وقت، بس بكثير من الأوقات عنا وقت، ولكن نستعجل، ناخد قرار على هالإيموشنز هالمشاعر اللي عم نقطع فيهم. شغلة تانية، نغير شوي منظار هالشعور. يعني أنا مثلاً إذا أنا بحالة قلق ووصل لي إيميل من مديري بده يشوفني، شو راح فكر اول شيء؟ في شحطه يمكن او بده يبطي لي معاشي. ولكن انا اذا عم بشعر بالفرح ومبسوطه ومرتاحه مع نفسي واجاني نفس الايميل، راح فكر يمكن في زوده من وراء هالاجتماع. فهون لما تغير المنظار الامور كثير تختلف، بتشوف الاشياء من قرنه ثانيه. واهين شيء هون الواحد يسال حاله هالسؤال، اذا انا صديقي عم بيقطع بهذا الظرف شو بنصحه يعمل؟ فبهالطريقة أنت بتكوني ظهرتي من الواقع تبعك، بطرتي هالمشاعر عم بيأثروا عليك، بطلوا هن مسيطرين عليك، صرت أنت مسيطرة على الحالة، وصار فيك تقيمي الحالة من بعد. وهونيك رح يجيك كتير أفكار، رح يجيك أجوبة، رح تشوفي كذا أوبشن، أنه إذا بأخذ هيدا القرار وين رح يوصلني؟ إذا أخذت هيدا القرار وين رح يوصلني؟ تعرفي أنا اللي بتقوليه كلام جميل، لكن أحسه ينطبق أكثر على العمل، على البزنس، على وظيفة معينة. بس لما مشاعرنا تتعلق بأولادنا أو ناس نحبهم، هنا صعب الواحد يقرر. يعني أبسط مثال، إنه لما تيجي تبغي تعرف إنه ولدك غلط وتبغي تعاقبيه، من كنت ما تحبيه ما تقدر تعاقبيه ساعتين بتقولي له خلاص سامحتك. صح. فهنا المشاعر تتغلب عليك بقراراتك، وحتدلع الولد والولد يطلع أول كبير ومدلع. بدنا ناكد هالشغله، المشاعر كثير مهمين. حتى لو انت حاسه انه هو غلط، حقك تحسي هيك، انت يمكن من حبك له او خوفك عليه عم بتحسي هالشيء،
بس خدي لحظة قبل ما تعاقبي، يا ترى أنا سارة ليش كنت جاي قصصه؟ هل بيستاهل هالعمل اللي عمله؟ وأنا بقول لك بيستاهل ولا لا؟ هو يستاهل العقاب. يمكن إذا بيستاهل حقك تعملي هالشي، فيمكن هالعقاب اللي رح تعطيه هو قرار صح بالنسبة لك. سو الصح والغلط هو نسبياً، عرفت شو يعني؟ بالنسبة لك شيء، بالنسبة له أكيد لا. فالقرار أكيد رح يتعلق بهالمشاعر، ولكن أهم شيء كيف نسيطر على هالمشاعر. يعني قد ما فينا يكون عنا الوعي الذاتي، ما ناخد قرارات لما يكونوا مشاعرنا مرتفعة عم تغلي، لما المنطق طبعنا بطل موجود. معلي خدي لحظة، شوفي قيسي الوضع، عملي تقييم لهالحالة، خلي المنطق يطلع شوي، وبعدين خذي قراراتك. هو التحكم بالمشاعر حلو، لكن أغلب الأحيان اللي يصير تينا إنه تعمل بلوك للمشاعر، نكبتهم ويصير في تبلد ويعدي الموقف ويجي الموقف اللي بعد، بعد كم سنة تطلع عندك تصرفات غريبة وتقول ليش أنا كذا، يطلع إيش من هذاك المشاعر مزبوط. اللي أنا كبتها وما طلعتها وما كلمت فيها. اللي عم تقولي كتير مزبوط، كتير غلط نكبت مشاعرنا. مشان هيك حلو إنه نواجه هالمشاعر، نتعرف على نفسنا. أنا هلأ شو حاسة؟ أنا قلقانة ولا غضبانة؟ في فرق. أنا زعلانة ولا حقدانة؟ يعني في فرق بالمشاعر، نحط لهم ليبلز، نسميهم تنقدر نعرف حالنا تاني مرة لما رح أقطع بهيك حالة أو هيك وضع. أوكي أنا بعرف لي حسيت هيك، أو هيدا الشعور بعرفه، حسيته بحالة سابقة، فكيف حليت المشكل وقتها وفادني هالشي، خليني أرجع طبقه هالمرة. هل في استثناء تينا؟ يعني مثلا هل في قرارات معينة لازم المشاعر تكون فيها؟ لكن المشاعر أكيد بدها تكون فيها، بس برجع بقول كتير مهم الواحد يتسمع لإلهامه. الجت فيلينج هي مثل البوصلة بالحياة، هي الحقيقة تبعيت كل إنسان. كتير مهم الإلهام، ولكن كمان بدنا المنطق، فبدنا نجرب نلاقي هالميزان بين هون والقلب اللي هو إحساس القلب. بس دائما يقول لك فكر بعقلك لا تفكر بقلبك. مش دائما، مش دائما، لأنه إذا بتفكري بس بعقلك بتبطلي أنت، بتبطلي سارة، بتصيري مثل أي مكنة، أي كمبيوتر، لأنه يتخانق هما دائما على فكرة. ما هيدا هنا بيصيروا بيشدوا الحبال بالضبط. فأنت بدك تجربي تلاقي الميزان، وهيدا الوعي الذاتي بغذي هالشغلة. ومثل أي مهارة بالحياة، كل ما منمرنا كل ما منصير أفضل فيها، بصير عندك هالوعي، ولما ترجع تقطع بالحياة رح تلاحظي ورح تعرفي أنا هيدي قطع علي وبعرف كيف أتصرف بهذا الظرف. ذكرتيني يا تينا بتجربة شخصية أنا عديت فيها يمكن قبل سنتين وما قلتها لولا أحد. كان في شيء مزعلني في الشغل وقدمت استقالتي، قلت أنا زعلانة وخلاص أصلاً ما أبغى، وقدمت استقالتي و... الحمد لله إنه هم ما قبلوا استقالتي. فهني أنقذوك. لكن دحين لما أفكر فيها إنه أقول إنه إيش كنت بتفكر يا سارة؟ ليه خليتي عواطفك ومشاعرك؟ بعد قد إيه قلتي لحالك هذا الحديث؟ والله يمكن بعد سنة بصراحة. بصراحة يمكن بعد سنة، خاصة لأنه دخلنا على كورونا، حسيت إنه أنا لازم أكون هنا. البرنامج يحتاجني وأنا أحتاج البرنامج عشان إحنا كنا بنعدي فترة صعبة. فقلت إنه الحمد لله ما حصلت. لكن فعلاً كثير من الأحيان إنه إحنا نتحط في مواقف من الزعل، خلاص أنا ما أبغى، أبغى أهرب من هذا الشيء ولا بشوفه مرة ثانية. هيدا منقول منسميه قرار عفوي. يعني باللحظة شو اللي دفعك تاخذ القرار؟ بس المشاعر. المنطق ما كان عنده ولا 1% دور. صحيح. بهيدا القرار أخذتي. صحيح. فيمكن لو ما هن رجعوا حكيوكي يمكن كنت عشتي بالندم مدى كل الحياة. يعني هيدا القرار أخذتي أخذ لحظة. صح. لحظة، ولكن الثمن تبعه ممكن يكون مدى الحياة. شوف الصراحة هو ما أخذني لحظة، أنا قاعدة أفكر فيها كم يوم. يعني كم يوم، لأنه كم يوم كنت زعلانة. إيه. فالمشاعر كانوا مرتفعين كل هالأيام. يعني قلت أخذ وقتي ولسه كنت مصمم على القرار. دحين أنا دائما أقول إنه كل شيء يصير لسبب، ويمكن هم ما قبلوا استقالتي لسبب، لكن أنا ما أعرف إذا كنت ححس بالندم ولا لا، لأنه أنا أتقبل إيش حيصير في الحياة. دائما لما يتقفل شيء يفتح شيء جديد. وهيدي شغلة كتير منيحة. هي شغلة كتير منيحة. فإذا قادرة أنت تفهمي الوضع ليش أنا استقلت، ويمكن غلطت كمان، الواحد
في يعترف انه انا كانت غلطه، انا كانت مبسوطه، كان عندي استمراريه بهذا العمل. اوكي نحن بالنهايه بني ادمين بنغلط، فانت غلطتي ولكن عندك القدره تتخطي هيدا الغلط تقدري تكفي لقدام، لان احنا هدفنا بالحياه بدنا نمشي لقدام ما بدنا نرجع لورا. مليون في المية. اذا عندك هالقدره هيدي شغله كثير منيحه. في كثير اشخاص ما عندهم اياها ولكن بيقدروا انه يكتسبوها ويشتغلوا على نفسهم تا يقدروا يتخطوا هالعواقب بالحياه تنقدر نوصل نضل مستمرين بالحياه. لو في نصيحه ذهبيه تحب تقوليها للمشاهدين بخصوص هذا الموضوع ايش تقولي؟ لكن نصيحتي هي أول شيء عن جد الواحد لازم دايماً يرجع لإلهامه. إلهامنا هو حقيقتنا، أنا حقيقتي غير حقيقتك. فأنا ما فيني أنصحك يعني. أنت شو تعملي؟ أنا ما فيني أنصحك أنت شو تعملي. أنت بتعرفي أكتر وحدة شو اللي منيح لإليك وشو اللي لا. صح. فأنت إذا بتتواصلي مع إلهامك وتعطي مجال. بس لحظتين كيف أتواصل مع إلهامي يعني؟ يعني انت لما حدا عم بيعرض عليك شيء يميت بتكوني محتاره بتقولي اف لا انا حاسه هذا الشيء مزبوط حتى لو يعني الاحساس قلبك شو عم بيقول لك، الجت فيلينج شو عم بيقول لك، هيدي الحقيقه دائما هون وهيدي ما بتغلط ما بتغلط مع حدا، ولكن بدك تدرس الوضع. يعني في كثير فاكتورز بيلعبوا دور، فمشان هيك المنطق مهم يكون بتوازن مع هالالهام. يمكن انت هيدا الالهام انه ايه انا بدي اترك الامارات بدي اروح اعيش بهاواي مثلا. مش هاواي، انا يعني كنت بفكر في سويسرا او فرنسا. بس لا، بس تينا اذا القط قد كذا صح واحساسنا مليون في المية صح، ليش دائما نشك فيه ونغلط؟ نغلط لانه منقيم بطريقه غلط، وايمات ما منقيم وايمات ما عندنا كل المعلومات. يعني نحن مش دائما بسيطره 100% بحياتنا. صح. يعني في كثير اشياء بتلعب دور. في ناس وهون كمان بدي اقول شغله للي عم بيحضرونا انه ما نلوم حالنا، يعني ما نقسى على حالنا، معلش اذا غلطنا. يمكن الاخرين دائما يذكرونا بهالغلط، بس اهم شيء انا اوصل لهالسلام الداخلي انه اوكي غلطت صوت بضل في فرص بالحياه. صحيح. الحياه ما حتوقف، يعني عن جد ثروه، سو الواحد ما يوقف على اقل هيك عكفه او غلط قطع فيه. بالعكس هيدا الشيء ما راح يساعدنا نتقدم لقدام. مليون في المية. ويمكن تينا زي ما ذكرتي انه احنا لما ناخذ بوز ونفكر بموضوع ناخذ خطوه لورا ونشوف ممكن الموضوع هو قد كذا، بس احنا المشكله اللي نخليه. وشو بتكون استثمرتي 3 دقائق 5 دقائق نهار، ولكن بتكون ربحتي كثير بالنهايه. صحيح. شكرا لك تينا. شكرا لك. الف عافيه. انا احب هذا الكلام كثير صراحه لانه من جد يسهل الحياه. كنا نحكي اكثر بعد. تستمتع بالحياه لما تاخذ هذه القرارات ولما تعرفي تتحكمي بمشاعرك وبافكارك. شكرا لك تينا.